صباح الخير. بالطبع حديثنا عن الجائحة مستمر. الجائحة دعت الجميع، كل بلدان العالم، كل مفكريها، كل اقتصاديها، كل علماءها، وكل المواطنين العاديين يعني مثلنا، إنه نفكر من جديد بصراحة، إنه نراجع العديد من الأشياء. من بين الأشياء التي نحتاج مراجعتها هي قيمنا، القيم التي تحلت بها الإنسانية في هالقرون الأخيرة بصراحة. فقيمنا من الواضح أنها كانت مبنية على قيم فيها جانب جميل وفي نفس الوقت فيها جانب بصراحة غير جميل. الجائحة كشفت اللثام عن العديد من الأشياء الجميلة، وأيضا للأسف أشياء خلينا نقول غير جميلة لكي لا نستعمل يعني صفات أخرى. من بين الأشياء الجميلة يعني شفنا مبادرات تضامنية، شفنا تآزر، شفنا أنه المجتمعات العالم وأيضا على مستوى الدول عبرت من خلال مجتمعها المدني، من خلال مواطنيها، يعني إلى تضامن، إلى تآزر، إلى وقفة جماعية لتساند بعضها البعض وتدعم بعضها البعض. لكن في نفس الوقت وللأسف شفنا أنه يعني شفنا جشع وطمع، شفنا تضارب وتلاعب يعني بأرزاق الناس وبقوت الناس. للأسف يعني شفنا ناس يعني تدعو إلى احتكار السلع إلى آخره. لكن خلينا نقف عند الجانب الإيجابي ألا وهو التضامن والتآزر. يعني كان من الجميل أنه شفنا المواطنين تدعم بعضها البعض، تساند بعضها البعض، تقف وقفة رجل واحد يعني تجاه الأزمة والجائحة اللي أظهرت يعني غياب العدل، إنه يعني في ناس يعني ثلاجاتهم ملأ بالغذاء وفي ناس يعني في خصاصة كبيرة جدا جدا جدا. فالجائحة كما قلت دعتنا إنه نفكر في قيمنا الأخلاقية وقيمنا الروحانية ونراجع يعني قوام الإنسانية التي نصب إليها ونطمح لتأسيسها. هل هي إنسانية استهلاكية بالأساس؟ هل هي إنسانية مبنية على الأنا، مبنية على الطمع، أو إنسانية فعليا يعني قيمها هي المحبة والوحدة والاتحاد بين الناس؟ بالطبع القوى الأخلاقية يعني كل الديانات وكل المواثيق العالمية تتفق في أن الإنسان يعني كائن نبيل، ونبلو يعني بمختلف الخلفيات، إما نابع لأنه هو خلق على مثل الله أو فيه من روح الله، أو يعني فقط لأنه إنسان يعني وإنسانيته هي شهادة لنبلو ولكرامته. لكن في نفس الوقت هالقيم هذه يعني الدفينة اللي في كل إنسان فينا، هالقيم الجميلة، القيم الرائعة هذه بصراحة كانت في محك الجائحة. فالجائحة أظهرت أنه بالرغم من أن جبلنا على القيم الجميلة، بالرغم من أن فينا هي مكمونة بالقوة، إلا أن عندما وضعنا في موضع الدفاع عن الوجود والدفاع عن الحياة وكرامة عائلتنا، وشفنا صور بصراحة غير جميلة، شفنا وضعيات أنه كل المراكز التجارية يعني استنفذت فيها كل السلع للأسف. فمن كان عنده يعني ما يكفي من المال لاقتناء السلع اقتنى السلع، وكأنه يعني القضية هي نفسي نفسي مثل ما نقول بالتونسي، والأولوية لي ولوجودي ولعائلتي حتى على حساب الآخرين. فلقال أن يقول يعني من أين جاءت هذه القيم، هذه النزعات هذه؟ أكيد هي نزعات قديمة جدا في الإنسانية، أكيد خوف الإنسان يعني من الجائحات يعني هو خوف تاريخي وليس جديد، وأكيد هالخوف يعني وهالرغبة في العيش والاستمرار هو دفين وموجود في كل إنسان. لكن في نفس الوقت خلينا نكون صراحة بصراحة، كل المقاربات الاقتصادية اليوم تدعو لخلق إنسان
إنسان استهلاكي بالأساس، إنسان مدعو إنه يكون يعني الرغبة النهم والعطش للامتلاك يعني هو الأساس. فكل الإشهار وكل المدارس الاقتصادية جعلت من هذا الإنسان النبيل في الأصل، الكريم في الأصل، الإنساني بالأصل، جعلت منه كائن استهلاكي وحفزت على الاستهلاك ونادت إنه للرفاه المفرط ونادت للنهم المفرط. فلقائل أن يقول كيف يمكن يعني للقيم الأخلاقية والروحانية في الوقت الحالي أنها تقاوم هالنزعة الاستهلاكية؟ كيف يعني والإنسان يعني يوميا هو تحت ضغط إعلامي، ضغط تلفزي، ضغط إذاعي، ضغط وسائل الإعلام الحديثة، كلها تدعو وتخلق منه كائن شرس، كائن يرغب في إنه هو يكون اللاعب الأول، هو الممتلك الأول، هو المتميز الأول. ثم أيضا خلينا نكون أيضا صرحاء، لو ننظر إلى تعليمنا فشوف إنه التعليم مبني على المنافسة، فليس التلميذ الأحسن هو ذلك كل الإنسان أو كل طفل أو كل طالب، بل هو ذلك الذي يتفوق على أخيه، ذلك الذي يبارز أخيه، ذلك الذي يتغلب على أخيه. فلقان أن يقول هل نحن منطقيين؟ هل نحن متناغمين مع أفكارنا؟ من ناحية نرغب إنه هالإنسان يكون متضامن، متآزر، محب لأخيه، يضحي من أجل أخيه، يضحي من أجل الإنسان، ومن ناحية أخرى بطرق عتيدة قوية جدا شرعنا لقيم مثل ما قلت استهلاكية، قيم مبنية على هالليبرالية المتوحشة المفرطة، ونطلب من الطفل ونطلب من الإنسان إنه يكون إنساني. بصراحة نحتاج أكثر إلى تناغم في أفكارنا، نحتاج أكثر إلى أنه نتأمل من جديد لقيمنا، وإلا لن نصل لإنسانية الإنسان ولن تكون الإنسانية فعليا متآزرة متضامنة. فكورونا مثل ما قلت دعتنا أن نتأمل في قيمنا التي شرعنا لها، قيمنا التي أسسنا لها في جامعاتنا، في مدارسنا، من خلال اقتصادنا هذا المتوحش، وأيضا أنه نفكر فهل نصب إلى أن نجد إنسان نبيل جميل كريم؟ فإن كنا نصب إلى هذا فتحتاج العملية إلى مراجعة صادقة للقيم المستفحلة والمتفشية للأسف في مجتمعاتنا. وشكرا جزيلا.